Rebonjour. Rebonjour جميعا. وأنا آسفة على الانقطاع المتكرر بسبب شبكة الانترنت، لأنه في الحقيقة أنا قاعدة نستعمل في 4G، مانيش عارفة علاش فما إشكالية في الصوت، ولكن أنا رجعنا من أول وجديد باش نحكي. وطبعا حكينا في الأول على المزايا والمهارات، وتويكا باش نحكي على كذلك النصائح للتصوير. من بين النصائح التي يمكن أن نعتمد عليها هو كما قلنا يكون عندنا تريبي، يكون عندنا الكيت، ونحاولوا أنه أحيانا حتى تحطوا هكا وراء الشخص باش ما يظهرش، ولكن على الاقل ياخذ لك جوده عاليه في الصوت، لانه الصوت مهم في هذا الباب. طبعا الشاحن ضروري انه يكون عندك شاحن للتليفون متاعك، وتكون ديما عندك الشاحن. احيانا يكون عندك مشكل في الشارج، وتقول يا ريتني كان عندي التليفون مشحون. تلقى روحك امام حدث معين او معلومه معينه، وتلقى روحك عاجز على انك تنقلها، لانه الشارج نتاعك ماهوش كامل في التليفون. وبالتالي فما الباور بانك اللي هو تنجمو تعتمدوا عليه من اجل انه يكون عندك شاحن اضافي يمكن انه هو يؤدي المهمه. لا الذاكره نتاع التليفون، بمعنى انه لازم يكون عندك حيز من المساحة داخل الهاتف المحمول من أجل أنك أنت تخزن عليها، وبالتالي كل ما اشتغلت على حاجة أرشفها، حطها على اللابتوب عندك في المكتب أو على الحاسوب، وخلي عندك مساحة من أجل أنك أنت تصور من جديد، لأنك ما تعرفش على روحك أنت كصحفي بالهاتف المحمول أو باللوحة الذكية وقتاش تنجم تلقى المعلومة قدامك وفي متناولك من أجل نقلها. هناك ايضا اكسسوارات، راهو اليوم فما حتى ديزوبجيكتيف للتليفونات، يعني كان تلوجوا في الانترنت تلقاو اوبجيكتيف كالمساك الصغير يوحل على الشاشه نتاع التليفون، وهذاك كيما الاوبجيكتيف نتاع الكاميرا العاديه اللي نشريوها، وبالتالي يقرب الصوره ويخلي عندك امكانيه التقريب. ثم انه فما هواتف محموله فيها كاميرا 1 وكاميرا 2، يعني انك انت تاخذ هاتف، اعمل حسابك انه اليوم فما هواتف محموله فيها كاميرا 1 اللي هي تعطيك الكادر الواسع او الاطار الاوسع، وكاميرا 2 اللي هي تنجم تقرب ولكن ما تفقدش جوده الصوره. وبعد تو نجيو على نصائح التصوير، لانه حاول انك انت تقترب بنفسك من الموضوع اللي انت قاعد تصور فيه، لانه اذا كانك انت باش تقعد بعيد ماكش باش تاخذ التفاصيل، والتفاصيل خاصه في صحافه المحمول مهمه جدا. هناك ايضا الاوزمو موبايل اللي هو فيه إمكانية، هو أحسن من هذا برشا طبعا، فيه إمكانيات وفيه أقراص، يمكن أنها تعمل لك البانو، يمكن أنها تعمل لك الترافلينج، يمكن أنها تعطيك إمكانية تعمل لي موفمون بشكل مريح وسلس، وفيه حاجة حلوة برشا برشا، وفيه موفمون مزيانة اللي اليوم ممكن أنه نستعملوه. أنا في الحقيقة شريته وضيعته، وبالتالي لأنه غالي برشا برشا، وبالتالي حاولوا إذا كان أنتم ما تخدموا بالهواتف المحمولة متاعكم جلدوا أنفسكم بكل هذه الآليات، لأنها باش تحسن لك جودة الصورة. هناك ايضا حاجب الريح، يعني البونات الصغيره هذيك اللي ممكن انكم تشريوا زادة دي ميكرو، اليوم عندنا زادة كيف كيف اللي هما البلوتوث كيت، هذوما يساعدوا برشا برشا، واللي انا قاعده نستعمل فيها برشا. ممكن انه يكون عندك انت كعبه واللي قاعده تعمله في حوار يكون عنده وحده اخرى في وذنه، وهذاك يعطيك كاليتي مزيانه في الصوت. وانا نشكر خلود حمدي اللي هدات لي الكيت هذوما، لانهم بالحق يعاونوني برشا برشا كيف نعمل لي لايف متاعي بسكايب مع المؤسسات الإعلامية اللي قاعدة نشتغل معها. هناك عدة كاملة للهاتف المحمول ممكن انكم تلقاوها على الانترنت، موجودة برشا في الخارج، فيها الاكسسوار متاع التليفون الكل اللي تنجم تعاونكم انكم انتم تخدموا بها بشكل سلس. طبعا توا نمشيو النصائح العمل. احيانا حاول انه يكون عندك، اذا كانك تخدم بالهاتف المحمول وهو وسيله عمل ووسيله نشر للمعلومه، خلي هاتف محمول تتواصل به، وخلي هاتف محمول اللي هو تعمل به اللايف. شغل عمليه الطيران احيانا اذا كانك ماكش مستحق للتليفون بشكل مباشر، يعني ماكش قادر تنقل في المباشر، لانه ممكن انك تصور بطريقه مسترسله. اوقف الاتصالات والاشهارات التي تاتي في التطبيقات وترد اثناء يعني كيف نحكيو عن مباشر، طبعا مش نجمو نخليو لي نوتيفيكاسيون، لانه نجمو نتفاعلوا مع الجمهور نتاعنا بشكل مباشر، ولكن اذا كنكم انتم تخدموا وباش من بعد ترجعوا وتعملوا المونتاج، حاولوا انكم انتم تنحيوا لي نوتيفيكاسيون، لانهم يعملوكم بيرتورباسيون ويضيع التركيز نتاعكم اثناء عمليه التصوير.
استخدم السماعات والميكروفون كما قلت لكم هذية. أضعف الإيمان أنك تستعمل هذوما لأنه فيهم الميكرو الصغير هذية اللي نجم يكون قادر على أنه ينقل لك الصوت بشكل جيد. به ألوغ أنا ما عنديش هاتف ثاني في يدي تويكا، ولكن مش نقول لكم حاجة، برشا ناس يسألوا هل نصور بطريقة أفقية وإلا نصور بطريقة عمودية. طبعا الإجابة على هذا السؤال تتطلب معرفة مسبقة أنه المنصة التي ستنشر عليها المحتوى متاعك. إذا أنت المحتوى متاعك ديستيني لليوتيوب، ديستيني للفيسبوك، ديستيني مثلا لتويتر، ديستيني للتلفزة بار اكزومبل اللي أنت تخدم معها، للمنصة الإلكترونية اللي أنت تخدم معها، صور بالعرض. إذا كان المحتوى متاعك ديستيني اليوم للإنستغرام، فإنه الإنستغرام يعتمد على التصوير الأفقي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فما التطبيقات متاع المونتاج اليوم اللي هي تعطيك إمكانية أنك تغير بعد هل أنه أفقي أو عمودي، وبالتالي صور أفقي لأنه التصوير بشكل أفقي يمنحك إمكانية النشر في أكثر من منصة. ثم بعد ذلك إذا أنت محتاج عمودي يمكن أثناء عملية التحرير انك انت تعمل التحرير وترجعها الصورة افقية، وبالتالي صوروا ديما بشكل افقي مش عمودي لانه هذاك يعطيك امكانية اكثر حتى من حيث جودة الصورة، وكذلك حتى إذا